الأربعاء 30 يناير 2019 في عرب وود الليلة. ها حسن. أيوة. تعرف أنا مين؟ مين؟ أنا ضمير أمك. أشرف عبد الباقي يكشف لعرب وود تفاصيل الوقف المفاجئ لمسرحيته بالأسكندرية. حصلت مشكلة ليها علاقة بالأمن، ليها علاقة بالحماية المدنية، حاجة برانا احنا خالص. كلمني دكتور منحت العدل وقال لي ان هو عايز يعمل مسلسل وانه عايز ياخد يعني سمي عنوانه عايزة وردي ابراهيم. تحويل عايزة وردي ابراهيم لمسلسل تلفزيون. Loved it. بلال العربي واصل تغطيته الحصرية لعروض باريس فاشن ويك. هيثم سعيد يعترف بالفشل في افشل اغنيه اخترتها في حياتي عليك عيون. هل انتهى عصر نجمات تركيا برنسات وتوبا بيكستون وسنغول ودين ومريم اوزورلي؟ ماي كينج ستوب ات. بلاك بانثر يكسر حاجز افلام السوبر هيروز الممنوعه من الاوسكارز. هايدي موسى تغامر وتشارك في تحدي الركنه. النهارده بقى انا جايه اتحداكم في تحدي الركنه، شوفوا ركنتي بقى وربنا يستر. اهلا بكم مره تانية. مسرحيه كلها غلط، جريمه في المعادي، ده اسم العرض المسرحي الجديد لفرقه اشرف عبد الباقي، واللي كان مقرر انها تشارك اهل اسكندريه اول عرض ليها من ايام. لكن للاسف يا خليل فوجئ فريق العمل قبل بدء العرض باخطار من الحمايه المدنيه بالاسكندريه باتخاذ قرار منع العرض على خشبه مسرح بيرم التونسي، وده طبعا كان بعد بيع كل التذاكر وحضور الجمهور كمان. ليه حصل كده وازاي؟ ده اللي هنعرفه من الفنان اشرف عبد الباقي. مجهود كبير بيقوم بيه فريق عمل مسرحية كلها غلط، جريمة في المعادي، وعلى رأسهم أشرف عبد الباقي من أجل إظهار العروض بشكل راقي، وهذا ما جعله ينتقل بالعرض للأسكندرية، ولكن لم يكن الحظ حالفهم وتم وقف العرض. حصلت مشكلة ليها علاقة بالأمن، ليها علاقة بالحماية المدنية، حاجة برانا احنا خالص، جمهور كله موجود في المسرح، لكن الظرف ده طبعا خارج عن إرادتنا، وبالتالي نتمنى إن شاء الله ما تتحل المشاكل نيجي مرة تانية. الفريق كله جاهز، ديكور جاهز، دعاية جاهزة، كل حاجة، بس ما فيش مشكلة إن شاء الله خير. ها حسن. أيوة. تعرف أنا مين؟ مين؟ أنا ضمير أمك. لكن أشرف عبد الباقي ما تأثرش بهذه العواقب، وبيركز حاليا في أكتر من مشروع مسرحي بيقدم فيهم نجاحات كبيرة زي مسرح مصر اللي اتغيرت آراء البعض تجاهه بشكل كبير، أبرزهم جلال الشرقاوي واللي كان ليه رد فعل إيجابي مؤخرا على عكس آراءه السابق. والله الحمد لله، يعني شهادة أعتز بيها، يعني يمكن كتير من اللي انتقدوا مسرح مصر ما تفرجوش على مسرح مصر في المسرح، يعني هو حالة مسرحية مختلفة عن الحالة حتى اللي معمولة في مسرحية كلها غلط. هي تجربة جديدة، واللي ثبت نجاحها انها ما شاء الله محجوزة بالثلاث شهور قدام. اعتقد الناس اللي بيجوا يتفرجوا بيحجزوا، عاجبهم النوعية دي من المسرح المختلفة تماما على اللي بيقدمه استاذ جلال او الاخرين او حتى على اللي انا مقدمه هنا. يعني بجانب مسرح السعودية والصدى الكبير اللي حققه اشرف عبد الباقي، هو مسرح السعودية مشروع مختلف تماما، بدأته من سنة تقريبا، عملت في خلال السنة دي 10 مسرحيات بشباب جداد لأول مرة بيمثلوا في السعودية، الانفتاح الجديد اللي حاصل، وكم المسرحيات اللي هتسافر من مصر للسعودية أو من السعودية وتسافر بقية المحافظات اللي هناك. أعتقد النشاط ده في حد ذاته حاجة جميلة. مسدس فين؟ هقتلك وقت الروحي ونقفل الستارة حالا. أيضا في منافسة مع مسرح محمد صبحي ومؤخرا هنيدي، فكيف يرى هذه المنافسة؟ المنافسة ما زالت ضعيفة، أتمنى المنافسة تبقى قد كده 20 مرة، يعني كانت المنافسة موجودة لما كنا 30 فرقة مسرحية، النهاردة أنا عامل فرقة، عملت فرقة تانية، هنيدي عامل مسرحية، أستاذ محمد صبحي عامل مسرحية، إحنا بنتكلم في 4 مسرحيات. الحمد لله رب العالمين. واخيرا حبينا نعرف من اشرف عبد الباقي، هل يوجد فكره تحضير لمشروع سينمائي حاليا؟ الساعه كام؟ هي مش يوم ايه؟ هي الساعه كام؟ لان طبعا ما بين هنا وما بين هنا طبعا الوقت ضيق جدا يعني.
وإلى مواقع التواصل الاجتماعي والأحداث الفنية اللي كانت الأكثر جدلاً، وبنبدأ على طول مع النجم عمرو دياب. وزي كل مرة بيتم فيها نشر صورة بتجمع بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني، تصبح الصورة مادة دسمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي. وكان آخرها صور ومقاطع فيديو انتشرت لعمرو دياب ودينا الشربيني في دبي في حفل عيد ميلاد صديقة ليهم. وكانت أكثر صورة أثارت الجدل الصورة اللي تجمع الشربيني ودياب وهو يمسكها من ناحية البطن، وهي إشارة دايماً بيعملها العرسان اللي بينتظروا مولود جديد. وإلى الممثلة ريام حجاج التي ما يزال زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة يثير الجدل، وتشير إليه أصابع الاتهام إنها سبب طلاقه من الممثلة ياسمين عبد العزيز. وانتشرت صورة قديمة لريهام أثناء عقد قرانها من المصور اللبناني الشهير ميكي، وبتبدو في الصورة بشكل مختلف تماما. الناس التافهة اللي اجتهدت عشان تطلع صورة قديمة لكاتب كتابي من مجلة وتنشرها على إنها شيء ممكن يضايقني، أحب أقول لهم إطلاقا. وتابعت كل محاولات التشويه اللي عمالة تحصل لوحدة اتزوجت على سنة الله ورسوله من رجل مطلق أصلا إن دلت على شيء فتدل على مرض النفوس. ونصيحة للستات الفاضية، مفيش راجل بيتسرق. انت جيت هنا ليه؟ كنت جاية أطلع على أمك. وهنروح دلوقتي للفنان الإماراتي حسين الجاسمي اللي شارك متابعيه على انستغرام بمقطع فيديو قصير ليه يظهره وهو يتنقل في شوارع القاهرة بتوك توك، وعلق عليه أحلى طلعة توك توك في حبيبتي مصر مع أجدع ناس. واخيرا مع الفنانه نوال الزغبي اللي شوقت جمهورها لالبومها الجديد والمقرر طرحه في فبراير شباط المقبل بعيد الحب، حيث قامت نوال بنشر مقطع قصير من الفيديو كليب الخاص باغنيه الجمال لناسه، الامر اللي فرح محب النجمه الذهبيه اللي بينتظروا البومها على احر من الجمر، وخصوصا ان اخر البوم لنوال كان من 4 سنين لتنهال عليها التعليقات المهنئه. اهلو تعرف غناطي وسط قلبي وش كده بننتقل دلوقتي لزميلتنا سلمى الأزاز في النيوز روم اللي هتكلمنا عن آخر وأهم الأخبار على الساحة الفنية. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير جوري. معايا مجموعة متنوعة من الأخبار، لكن لازم أبدأ بالضجة اللي عملتها مايا دياب على السوشيال ميديا، وده بعد ما نشرت كوفر مجلة هاربرز بازار واللي ظهرت عليه من غير أي مكياج في خطوة جريئة جدا منها. كعادتها اختارت مايا دياب أن تكون جريئة وأن تصور جميع جلسة التصوير الخاصة بغلاف مجلة هاربرز بازار العربية بدون مكياج تماماً. وتم تصوير بأحد فنادق دبي وبعدسة المصور جيرمي تشو الذي قرر ألا يستخدم تقنيات الفوتوشوب لصور مايا حتى تظهر على طبيعتها. وظهرت مايا بخمس إطلالات مختلفة وبلغ ثمن جميع أزيائها أكثر من 33 ألف درهم إماراتي. كما صرحت مايا أيضاً بعدد من التصريحات الجريئة خلال لقائها بالمجلة، فقالت أن المكان الوحيد الذي تكون فيه على طبيعتها هو منزلها، وفيما وصفت نفسها بثلاثة كلمات فقالت أنها شفافة وعاطفية وقد تكون ضعيفة جداً، وأكدت أنها تشارك متابعيها أغلب أوقاتها ما عدا اللحظات اللي بتكون فيها على طبيعتها، خاصة أوقاتها مع ابنتها كي، حيث قالت أنها ترى أن للأمومة جوانب خاصة ومميزة يجب أن تبقى محفوظة خلف أبواب موصدة. وصرحت بأنها ستطلق علامتها الجمالية الخاصة خلال أيام. وبعده بيسألني بعده إذا كنت بحبه بعده. وقامت مايا بالنشر على حسابها على إنستغرام بعض من صور الجلسة وإنهالت عليها التعليقات الجيدة أبرزها من الإعلامية رايا أبي راشد التي علقت قائلة حبيت، وكذلك خبيرة التجميل هالة عجم علقت بي فخورة بك دائما أحب روحك الحرة، وهكذا مصمم الأزياء رامي قاضي اللي علق بفائقة الجمال. خاصنا المنتج وليد منصور بتفاصيل فيلمه الجديد اللي بيحضر له مع أكرم حسني، ورد على كل التساؤلات حول سبب اختياره لأكرم كبطل وليه مش تامر حسني زي ما كان بيتردد.
لا هو اكرم برضو مشروع قائم من قبل من ايام البدله واحنا شغالين واحنا بنقول هنعمل حتى الجزء الثاني فكان اكرم احنا في بروجكت ظهر فاشتغلنا عليه. اما توني عيسى فعنده اكتر من مشروع فني مشغول بيهم الفتره دي. صورت فيلم شرع والحشيشه حينزل اذا الله راد بشهر اذار للمنتج مجد جعجع اخراج جندل اقداح حكون عم غني غنيه الفيلم كمان. عم حضر لمسلسل رمضان اللي هو الاسم المبدئي صانع الاحلام لمفيد الرفاعي اخراج محمد عبد العزيز مخرج سوري ومع النجم مكسيم خليل جسي عبده ممثلين سوريين ومصريين ولبنانيين كمان. وان شاء الله رح يكون في عندي فيلم سينما كمان مع نفس الشركه شركه وايز برودكشن من اخراج المايسترو فادي حداد. فيلم كمان قصة كتير حلوة هالمرة مش كوميدي مش بإطار كوميدي هالمرة بإطار درامي محض قصة كتير قوية وبتدق فينا مع نجمة إن شاء الله بنكشف عن اسمها لاحقا عندما بتتم الموافقة. لا يزال في عربود الليلة. هالة خليل تتجه للحب والرومانسية بشرط المحبة. ايه هي المحبة وايه شرط المحبة وفي شرط للمحبة ولا مفيش؟ يعني هو الفيلم كله حوالين موضوع الحب. يعني نجمات الصف الثاني في الدراما التركية تتفوقن على نجمات الصف الاول. هل تفعلها جلين كلوز وتقتنص الاوسكار هذا العام؟ It wasn't pleasure I was after, it was knowledge. هيثم سعيد يكشف أسباب غيابه عن الساحة. حبيت أبني حياتي الشخصية بشكل أقوى شوية، اتجوزت وخلفت وخلال ده ركزت أكتر في مجال تاني، مجال التمثيل في الدراما اللبنانية بحكم أن أنا ما كنتش قاعد في مصر، كنت قاعد هناك. بعد آخر أعمالها في 2015 وهو فيلم نوارة واللي حاز على العديد من الجوائز بتستعد هالة خليل للعودة مرة تانية للسينما، وده هيكون من خلال أول أعمالها اللي هتتجه فيه للحب والرومانسية بعنوان شرط المحبة. ده بالإضافة كمان لاستعدادها لعمل تلفزيوني جديد. خليها هي تكلمنا أكتر عن تفاصيلهم. اسمك إيه؟ نوار. طب ما تيجي نسافر. نروح فين؟ النجاح الدرامي الكبير اللي حققته المخرجة هالة خليل شجعها إنها تخوض التجربة مرة تانية من خلال فيلم سينمائي. اسمه شرط المحبة لأنه بيتساءل عن إيه هي المحبة وإيه شرط المحبة وفي شرط للمحبة ولا مفيش؟ يعني هو الفيلم كله حوالين موضوع الحب. يعني مادام عرفنا نيتها يبقى اللي تغلبه يلعبه. وسألناها عن تفاصيل أكتر عن فكرة الفيلم. هو فيلم عن الحب بس الحب المستحيل، الحب الغير مقبول، الحب المرفوض، أشكال من الحب. يعني كل قصة هي غير مقبولة لسبب ما. وكشفت لينا كمان على التحضيرات الفنية للعمل. احنا دلوقتي بنشتغل على أنه إن شاء الله يعني بنحضر أنه هو يطلع للنور، يعني كان حظه كويس الحمد لله بس يعني في مراحل أولى قوي لسه في التحضير. والمفاجأة اللي كشفتها لجمهورها هو التحضير لعمل درامي جديد. كلمني دكتور مدحت العدل وقال لي أنه هو عايز يعمل مسلسل وأنه عايز ياخد يعني سمي عنوانه عايزة وردي إبراهيم، وأنا سعيدت جدا طبعا يعني وقلت له يعني مرسي جدا. لسه رايح أعمل لك أكل، أنا جعان دلوقتي يا حسنين. اطلع ارمي لك نفسي من السطوح يا ابراهيم. لكنها عبرت عن استيائها من صناعه الدراما في الوقت الحالي. عموما الطريقه اللي بتتعامل بيها الدراما التلفزيونيه في السنوات الاخيره فيها كثير 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 من الخلل والاساءه لفن الدراما الحقيقي. صحتي ما بقتش تستحمل ولا برد لندن ولا حر دبي. احتل فيلم الانيميشن دراجون بول سوبر برولي المركز العاشر هالاسبوع متراجع 7 مراكز عن الاسبوع الماضي، حيث وصلت ايراداته بشباك التذاكر الامريكي لهالاسبوع 3,600,000 دولار. وبالمركز التاسع جاء فيلم اسكيب روم متراجع 2 مراكز عن الأسبوع الماضي بإيرادات 4,275,000 دولار.
الفيلم من بطولة تايلر راسل وديبورا آن وول، وبدور أحداثه حول 6 أشخاص بيواجهوا الموت داخل غرفة مغلقة. كما حصد فيلم سيرينيتي لماثيو ماكونهي وآن هاثوي المركز الثامن بأول ويكند لعرضه، فبلغت إيراداته 4,800,000 دولار. وبيحكي الفيلم عن قائد قارب لصيد السمك بيطارده ماضي وبيواجه عدد من الأحداث الغامضة. وبإيرادات 5,225,000 دولار حصل فيلم A Dog's Way Home لباري واتسون على المركز السابع، متراجع مركز واحد بس عن الأسبوع الماضي. الفيلم بيحكي عن كلب بيسافر لمسافات بعيدة بمفرده بحثا عن صاحبه. The only thing that gets us through it are the special people in our lives, and I was never going to stop searching. وبعد غياب عدة أسابيع عاد فيلم جرين بوك للبوكس أوفيس، فاحتل المركز السادس هالأسبوع وحقق إيرادات 5,413,000 دولار. الفيلم من بطولة فيغو مورتنسن ومهرشالا علي، وبتدور أحداثه حول حارس إيطالي أمريكي بيتم استئجاره ليشتغل سائق عند واحد من أشهر عازفين الجاز بالعالم. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you was the easiest thing I have ever done. فيما احتفظ فيلم الانيميشن Spider-Man Into the Spider-Verse على المركز الخامس من الأسبوع الماضي، حيث بلغت إيراداته لهالأسبوع 6,150,000 دولار. This was never your city. It's mine. If I don't destroy the collider, none of us will have a home to go home to. وحصل فيلم The Kid Who Would Be King لناثان ستيوارت جاريت ونوما دومينزويني على المركز الرابع بأول ويكند لعرضه، فحقق إيرادات وصلت إلى 7,250,000 دولار. الفيلم بيحكي عن مجموعة من الأطفال بيواجهوا ملحمة خطيرة قادمة من العصور الوسطى. This is the best and the worst thing that's ever happened. Oh, hail the once and future king. Please don't. It's embarrassing. فيما احتل فيلم أكوامان المركز الثالث هالأسبوع، فبلغت إيراداته 7,350,000 دولار. الفيلم من بطولة جيسون موموا، أمبر هيرد ونيكول كيدمان. وبإيرادات 12,240,000 دولار احتفظ فيلم The Upside بالمركز الثاني من الأسبوع الماضي. الفيلم من بطولة كيفن هارت وبراين كرانستون، وبتدور أحداثه حول رجل ثري بيعاني من الشلل النصفي، فبيضطر لاستئجار مسجل خطر لمساعدته. أما الصدارة فكانت من نصيب فيلم جلاس للأسبوع الثاني على التوالي، فتجاوزت إيراداته 19,000,000 دولار أمريكي. الفيلم من بطولة سامويل أل جاكسون، بروس ويلس وجيمس ماكافوي، وتعتبر أحداثه امتدادا لفيلم سبليت. A lot of people are going to die. Don't do this. Are you ready? هل انت عصر نجمات تركيا بيرنسات وتوبابي كريستون وماريم أوزورلي؟ سؤال بيبحث عن إجابته جمهورهم، خاصة بعد فرض نجمات الصف الثاني نفسهم على الدراما التركية. بتشهد الدراما التركية في موسمها الحالي غياب لأهم نجمات الصف الأول، وعلى رأسهم بيرنسات وتوبا بيكستون وسنغول أودين ومريم أوزورلي، في وقت استطاعت كتير من الممثلات الشابات أن يفرضوا وجودهم على الساحة الفنية. وبيأتي في مقدمة هؤلاء بطلة اشرح أيها البحر الأسود إيرام هلفاجي أغلو، التي شكل لها المسلسل نقلة نوعية في حياتها المهنية، وانتقلت من ممثلة مساعدة إلى نجمة تتهافت عليها الشركات التجارية. Kalk
أما أصلي إنفر فبتواصل نجاحها في مسلسل عروسة إسطنبول بموسمه الثالث، وتشكل مع أوزجان دينيز ثنائي ناجح بيحظى بشعبية كبيرة داخل تركيا وخارجها. ومؤخرا دخل على خط المنافسة ممثلات زي الفنانة إلتشين سانجو، واللي بتشارك النجم كيفانش تاتليتوك بطولة مسلسل إصطدام، وبتحظى إلتشين بإعجاب الجميع بدورها في المسلسل. وإلى مسلسل الثنائي العظيم، حيث تتواجد الممثلة الشابة أوسجي كوريل، والتي تتمتع بإطلالة بسيطة وتجيد دورها في المسلسل وتحظى بإعجاب كبير. Niye gelip bana söylemiyorsun ha? Ben adamla konuşurum, belki Barca şu an yanımızda. Deme öyle. Ne deme öyle, demeyince olmuyor mu? أما مسلسل الحلقة فبتقوم ببطولة الممثلة هاندا أرتشيل، واللي بتحظى بشعبية واسعة وحققت كمان نجاح كبير من وقت ظهورها الأول في العمل. بعد قليل في عربود، بلال العربي يواصل جولته في أضخم عروض الأزياء العالمية. كنزو لا دون انتربار جو تروفي ان تري تري بو ديفيلي. بعيدا عن الغناء، هيثم سعيد يواصل طريقه في التمثيل. ان شاء الله 2019 هيكون فيه غزارة انتاجية. بلاك بانثر يفاجئ الجميع. Don't freeze. I never freeze. ثمان سنين هي فترة غياب هيثم سعيد عن الساحة الغنائية، لكنه قرر يرجع لها مؤخرا بأحدث أغاني اللي طرحها عيني. اخترنا كمان أن يكون هو النجم فقرة سؤال وجواب النجم هيثم سعيد، واللي كمان هيكلمنا عن أسباب الغياب وكمان العودة. كان آخر ألبوم ليا 2011-2012 ألبوم لإمتى، حسيت أن الظروف في الوضع السياسي أثر جداً بالسلب على تسويق الأغنية، وبالتالي على حياتي الشخصية الموضوع ابتدى يأثر. حبيت أبني حياتي الشخصية بشكل أقوى شوية، اتجوزت وخلفت، وخلال ده ركزت أكتر في مجال تاني، مجال التمثيل في الدراما اللبنانية، بحكم أن أنا ما كنتش قاعد في مصر، كنت قاعد هناك. أيام طويلة ما في إيدي حيلة غير إن أفكر فيه. كلمات رامي أمين وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع أحمد عاطف. لما خدت قرار أن أنا أريليز أول أغنية ويتم إصدار أول أغنية منه، حسيت أن أغنية عيني أغنية مناسبة، شكل جديد تصويريا عليا ما صورتوش قبل كده. عيني على اللي غايب دمر وسايب جوايا شوق لعيني. الخطة اللي مرسومة ان انا انزل 4 أو 5 اغاني ومباشرة بعديهم الالبوم، خصوصا ان انا عامل البوم عدد اغاني كبيرة جدا، يعني انا دلوقتي تقريبا 12 او 13 اغنية، بس انا بوعدهم ان شاء الله 2019 هيكون فيه غزارة انتاجية. مفروض في ماكسيم خيليل، وفي ان شاء الله من مصر اروى جوده، ومن لبنان توني عيسى. اتوقع ان احنا يعني نبدا يتضح الموضوع كله للنور خلال شهر مارس ان شاء الله. افشل اغنيه اخترتها في حياتي عليك عيون. منير مراد. حبيتك زي ما روميو ولع بغرام جوليت، وعينيك الحلوة دي عميو بيحبكو برا البيت. عربي السلم والتعبان. انجليزي دون جوان دو ماركو. موسيقى
بالرغم من حصول فيلم بلاك بانثر على أكثر من 50 جائزة وترشحه لأكثر من 170 جائزة تانية، إلا أنه لم يتوقع أحد أن يصل القائمة النهائية لترشيحات الأوسكارز، لأنه بيحكي عن السوبر هيروز وهي نوعية الأفلام اللي ما ترشحوش للأوسكارز من أكثر من 90 سنة. My king. Stop it. فيلم بلاك بانثر بيندرج تحت نوعية أفلام الخيال العلمي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم تشادويك بوزمان، مايكل بي جوردن، ولوبيتا نيونغو. الفيلم طرح بفبراير 2018 وحقق نجاح جماهيري هائل، فوصلت إيراداته بجميع دور العرض السينمائية يلي انعرض فيها لأكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي. بجانب حصوله على 59 جائزة ما بين جوائز أفضل ممثل وممثلة وأفضل مخرج، وبالطبع أفضل فيلم من عدد كبير من المهرجانات السينمائية ومؤسسات فنية أبرزهم من البات، الساغ و AAFCA Awards، كما ترشح ل 178 جائزة أخرى أبرزهم من Golden Globes. Nominated for 3 Golden Globes, this epic tale will undoubtedly have generations chanting Wakanda forever! وبالرغم من كل هالنجاحات وإشادة النقاد بالفيلم، إلا أنه من غير المتوقع تماماً ترشحه لجوائز الأوسكار. أولاً لأنه الفيلم بيحكي عن السوبر هيروز بجانب العنصرية الشديدة يلي لطالما بتتهم فيها الأكاديمي تجاه ذوي البشرة السمراء. ولكن جاءت ترشيحات الأوسكار الأسبوع الماضي لتفاجئ الجميع، حيث ترشح الفيلم لسبع جوائز هامة أهم من جائزة أفضل فيلم. And finally, here are the films selected as Best Picture nominees. Black Panther, Kevin Feige, producer. وبذلك أصبح بلاك بانثر أول فيلم عن سوبر هيروز بيترشح لجائزة الأوسكارز بالتاريخ. What happens now? لذلك احتفل عدد من نجوم الفيلم على حساباتهم بإنستغرام بهالانتصار التاريخي، ومن بينهم تشادويك بوزمان يلي علق قائل: نحن صنعنا التاريخ، سبع ترشيحات ومن بينهم ترشح أفضل فيلم، شكرا للأكاديمي ومبروك لباقي أسرة بلاك بانثر. وكذلك لوبيتا نيونغو يلي علقت قائلة: الأسود ذهبي جديد. يذكر أن بلاك بانثر سيعرض مرة أخرى بدور العرض السينمائي بالفترة ما بين الأول والسابع من فبراير القادم بمناسبة بلاك هيستوري مونث. بعمر 13 كان أول أدوار كريستيان بيل السينمائية بفيلم Empire of the Sun يلي بدور حول طفل إنجليزي بيحاول النجاة بحياته أثناء الاحتلال الياباني بالحرب العالمية الثانية، واختاروا ستيفن سبيلبرغ مخرج الفيلم من بين 4000 طفل تقدموا لأداء هالدور. واستطاع بعدها أنه يصعد درجات النجاح ومنتفق نجمه مثل ما صار مع العديد من النجوم يلي بدأوا صغار. ولعب أدوار بأفلام مثل Little Women, Newsies و Pocahontas. وحتى عام 2000 قدم بيل فيلم American Psycho ويلي لعب فيه دور قاتل مجنون، ويعتبر من الأدوار الملفتة يلي قدمها خلال مشواره الفني. ومن بعدها بدأ بيل بتقديم أدوار بتحتاج تغيير بالشكل بطريقة كاملة، حيث تم تلقيبه بالحرباء. قدم أفلام كتيرة طلبت إنقاص وزيادة بالوزن، بداية من فيلم The Machinist عام 2004 واللي فقد خلاله 28 كيلو ووصل وزنه إلى 54 كيلو، وبعد بعام واحد بس بال2005
قام بزيادة وزنه 45 كيلو دفع وحدة للعب دور باتمان بثلاثية كريستوفر نولان. وتضمنت هالتغييرات ظاهرية بشكل الأوسكار الوحيد يلي حصل عليه كأفضل ممثل مساعد عام 2011 عن دوره بفيلم The Fighter، حيث فقد 14 كيلو تقريبا من وزنه للعب هالدور. كما أنه بينافس بقوة هالعام على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل من بعد ما فاز بجائزة الجولدن جلوب عن دوره بفيلم فايس ويلي بيلعب فيه دور ديك تشيني، وقد زاد من وزنه حوالي 20 كيلو ليظهر بشكل بيصعب عليك تمييزه. I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy. أما عن حياته الشخصية المعروف عنا أنها هادية، فقد تزوج عام 2000 من سيبي ويلي تعرف عليها عن طريق وينونا رايدر، حيث كانت المساعدة الشخصية لها ورزق منها بطفلين. بعد الفاصل الليلة جولة جديدة مع بلال العربي من باريس. You kind of see in this idea of like where we're going in the set, you kind of see we've taken us to a different mindset. Glenn Close لكت سبع مرة في الأوسكارز. You've all stashed under the mattress, is it, Mr. Knobs? هايدي موسى تبدأ التحدي. النهاردة بقى أنا جاية أتحداكم تحدي الركنة. شوفوا ركنتي بقى وربنا يستر. بالرغم من كون جلين كلوز واحدة من أهم ممثلات هوليوود في السبعينات بالإضافة لتاريخها الفني الطويل، إلا أنها لم تستطع الحصول على جائزة أوسكار واحدة بالرغم من ترشحها للجائزة 6 مرات، فهل تفعلها في المرة 7؟ جلين كلوز يلي عاشت فترة من التألق الفني بالثمانينات من القرن الماضي جعلتها تترشح لجائزة الأوسكار 5 مرات، فترشحت لجائزة أفضل ممثلة مساعدة 3 مرات ل3 أعوام متتالية عن أدوارها بأفلام The World According to Garb و The Big Chill بالإضافة لفيلم The Natural. بجانب ترشحها لجائزتي أفضل ممثلة بالأوسكار أيضاً لمدة 2 متتاليين، وهن دور الاستثنائي بفيلم Fatal Attraction مع مايكل دوغلاس عام 1988 وفيلم Dangerous Liaisons مع جون مالكوفيتش. I became a virtuoso of deceit. It wasn't pleasure I was after, it was knowledge. إلى أن بالتسعينات تعرضت لانخفاض بمستوى أدائها، حيث قدمت أفلام جماهيرية ما حصلت من خلالها على جوائز هامة على الرغم من تحقيق إيرادات ضخمة، ومنها فيلمي 101 Dalmatians و 102 Dalmatians. And I know just where to find him. ثم عادت عام 2011 لتفاجئ جمهورها من جديد بدورة بفيلم ألبرت نوبز يلي شاركت بإنتاجه وكتابته بجانب المشاركة ببطولته، فحصلت على 7 جوائز أفضل ممثلة من مهرجانات سينمائية هامة إلى جانب ترشحها للأوسكار، ولكنها ما نجحت بالحصول عليها للمرة 6، فحصلت عليها وقتها ميريل ستريب. Look at how you've survived all these years. You've worked hard and you've saved your money. You've it all stashed under the mattress, is it, Mr. Knobs? أما فيلم The Wife يلي واجه مشاكل إنتاجية لأكثر من 10 سنوات لحتى ظهر للنور العام الماضي ليكشف للجميع عن إمكانيات جلين الجبارة يلي بتمكنها من أداء أي دور بينعرض عليها، وربما بيرجع سبب نجاح الفيلم إلى حكايته يلي بتدور حول تضحيات زوجة من أجل أنه يحقق زوجة أحلامه، وهو الواقع يلي بتعيشه سيدات كتيرة بالعالم أجمع. فحصلت جلين من خلال دورها بالفيلم على 10 جوائز أفضل ممثلة، أهمهم من الجولدن جلوبز، Critics' Choice وساك. My wife doesn't write, thank God. Otherwise, I'd suffer permanent writer's block. فهل رح تقدر جلين كلوز هالمرة أنه تحقق حلمها وتوقعات النقاد وتفوز ليلة 25 من فبراير القادم بأول جائزة أوسكار بمشوارها الفني؟
I am a king maker. من باريس وطقسها الشتوي اللي أحيانا يخليك تشعر بالملل والكسل، العرض التالي لدار كنزو رح يغير لك كل المقاييس، حيث أن هومبرتو ليون وكارول ليم هما الكرياتيف ديزاينرز and head designers of the brand قدما شيئا مميزا. Today we went to Peru. We did. We, you know, I'm actually half Peruvian, half Chinese, and we wanted to explore this personal story, really kind of taking you on a journey. You kind of see in this idea of like where we're going in the set, you kind of see we've taken us to a different mindset. And so I think the idea of exploring Peru, the cuisines, everything kind of coming into one inspiration. You see kind of a mix of tailoring, you see sportswear, like obviously people come and travel in Peru, they hike, but we took our twist on it and, you know, put in different, you know, silhouettes and techniques to really modernize, obviously, the collection. Men and women, each one different, but there is this balance that you guys has created between both collections that was like really, really good. Thank you. Yeah, I think it was important that our men, you could really kind of see the functionality of everything and really kind of see the utilitarian parts of the collection. And then in women's, we really wanted to celebrate the femininity and really kind of seeing how the two play. And obviously the themes are similar, but we kind of played it in different ways subtly. كنت سعيد أيضا بلقاء سيدني توليدانو وهو Chairman and CEO of LVMH Fashion Group، الشركة التي تتضمن عدة براند شهيرة مثل سيلين، جيفانشي، كنزو وغيرها. كنزو là dont entre part j'ai trouvé un très très beau défilé. J'ai adoré les couleurs, les looks, les pour hommes, pour femmes. Ils ont un très joli sac d'ailleurs, vous avez pu remarquer, on a avec un œil contre le mauvais œil d'ailleurs, ah oui, oui, puisqu'on on est au Moyen-Orient et on connaît bien. Mais c'est également une tradition qu'on retrouve en Inde. I was talking to Mr. Toledano and he loves the bag, so I think that's one of the hit items also. Yeah, we're super excited. The eye icon is something we introduced in 2013 in our women's collection, and you know, as we thought about travel and celebrating kind of the history of Peru, the eye symbol, the idea of protection, it felt like a great time to debut the bag. So it's called the Tali bag and you'll be seeing more of it. ومثل العادة الفرونت رو بيكون فيها مشاهير وإنفلونسرز، وأهم واحدة كانت ميزي ويليامز نجمة The Game of Thrones. Was there any piece that you wanted to steal today? Yeah, there was a two-piece men's pink, like top and bottom, that I thought was really cool. Cool. So tell us, what's your plans for 2019? What's on the schedule in the calendar? The final season of Game of Thrones. Yeah, it's coming out. So really, just promoting that. Thank you so much. Thank you. Un voyage to Peru, a trip to Peru, رحلة إلى البيرو. Loved it, and then loved it.
تحدي جديد هيكون معانا الأسبوع ده ونجمته غمرت وشاركت فيه. هايدي بوسا اللي كشفت لنا عن ذكرياتها مع أول رخصة قيادة ليها قررت إنها تشارك في تحدي الركنة. اللي علمني سواقة أخويا، أنا الأول جبت العربية وبعد كده تعلمت عليها السواقة، يعني مش مثلا سوقت على عربية حد. ماما اصلا يعني ربنا يخليها لي يا رب، هي دايما معايا في كل حاجه. فاليوم ده بقى هي نامت في العربيه وانا بقى دايما ما بعرفش اعدي 90 طول ما ماما صاحيه جنبي. فيومها يعني ما اتشقتش قوي، بس انا عديت ال 150 وده كان بالنسبه لي انجاز رهيب يعني. وصحيت ماما بقى قلت لها يعني ماما على فكره ماشيه على 150. كنت في لبنان سقط، كانت عربيه واحده صاحبتي. وجربت كمان لما كنت في ستار اكاديمي، كنا بنعمل حاجه زي يعني انترفيو كده، فبرده سقط هناك، كانت ميني كوبر وسقطتها برده في الطريق بتاعهم اللي هو ضيق كده ولافف، فحاجه تخوف يعني. اخري حاجات بسيطه جدا، مثلا لو المساحه الميه بتاعتها خلصت لما بنزل خلص، حتى الكاوتش يعني للاسف مش بحس بيه قوي لو حصل له حاجه. نفسي دلوقتي يبقى في ميوزك شغاله ورايا بتكلم، لان العربيه تقريبا بتمثل لي كل حاجه، وهي البيت التاني فعلا، واماني وكل حاجه كده حلوه. رب الحمد لله ولا مرة حصل لي حاجة مثلا على الطريق أو حاجة. أكيد يعني هتصرف كبنت، لو هنزل وقف لو سمحت الحركات دي. النهاردة بقى أنا جاية اتحداكم في تحدي الركنة، شوفوا ركنتي بقى وربنا يستر. إن شاء الله تعجبكم وتحبوها، يلا بينا. زي ما شفتم طبعا حاجه اخر مسخره. المهم بتحدى محمد سراج، عارفه ان هو اكيد هيقطعني بس برضه بتحداه. هايدي اتحدت محمد سراج، واحنا مستنيين ان احنا نشوفه معانا في حلقه بكره. انا سمعت ان هايدي موسى بتعلن التحدي الركنه معايا. عارف ان هو مفاجاه. بقول لك ينفع الجيتار؟ قول لي بقى ايه هو الدين وده محمد. قصه كده طويله بلاش نشغل نفسنا بيها يعني. خلصت حلقه عرب اود الليله وكان فيها حسن. ايوه انت عارف انا مين؟ مين؟ انا ضمير امك. اشرف عبد الباقي يكشف لعربوت تفاصيل الوقف المفاجئ لمسرحيته بالاسكندريه. حصلت مشكله ليها علاقه بالامن، ليها علاقه بالحمايه المدنيه، حاجه برانا احنا خالص. كلمني دكتور منحه العدل وقال لي ان هو عايز يعمل مسلسل، وانه عايز ياخد يعني يسميه عنوانه عايزه وردي ابراهيم. تحويل عايزه وردي ابراهيم لمسلسل تلفزيوني. كنزو لا دون اوتر بار جو تروفي ان تري تري بو ديفيلي. بلال العربي واصل تغطيته الحصريه لعروض باريس فاشن ويك. هيثم سعيد يعترف بالفشل في افشل اغنيه خطتها في حياتي عليك عيوني.
هل انتهى عصر نجمات تركيا برنسات وتوبا بيكستون وسنغول ودين ومريم أزورلي؟ بلاك بانثر يكسر حاجز أفلام السوبر هيروز الممنوعة من الأوسكارز. هايدي موسى تغامر وتشارك في تحدي الركنة. النهاردة بقى أنا جاي أتحداكم في تحدي الركنة، شوفوا ركنتي بقى وربنا يستر. وبكده تكون خلصت أحداث وأخبار حلقة النهاردة. استنونا بكرة وحلقة جديدة من عربود. وشكراً لمتابعتكم.